يعني طواف الإفاضة في اليوم نفسه إذا أراد أن يستمر في تمتعه المذكور، وإلا فإنه إذا أمسى ولم يطف عاد محرما كما كان قبل الرمي. كما كان قبل الرمي، ركز. فعليه أن ينزع ثيابه ويلبس ثوبي الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما لهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة قبل أن تطوفوا به. ولذا إخواني في الله، انظر الخطأ وحقيقة هذا مع الأردنيين وغير الأردنيين، انه ما دام رمى الجمره وحلق ونحر وروح على السكن بغير وما بنزل يطوف، بقول لك بدي اجل طواف الافاضه، اجمع جمع تاخير مع طواف الوداع. فاولا هذا كلام باطل لاسباب. واحد، أنه لا يوجد شيء اسمه جمع تأخير، جمع الإفاضة مع جمع طواف الوداع. اثنين، أنه إذا غربت عليك الشمس ولم تطف طواف الإفاضة عدتم كهيئتكم حرما، بدك تخلع ملابسك المعتادة وترجع تلبس ملابس الإحرام وتبقى ممنوع عن المحظورات الإحرام زي الطيب وما شابه. فكيف تأخر؟ وأختصر إخواني في الله لأنه بقي جزء، وأقول عن والدتي رحمها الله، فبعدما نزلنا وطفنا وسعينا، طفنا طواف الإفاضة وسعينا وذهبنا إلى السكن، طبعا اغتسلت أنا وغيرت وهي اغتسلت وغيرت ولبست، فذهبنا إلى منى في الخيمة، فإذا بها تقابل النسوة، فإذا بحديث يدور بينهن أخبرتني به بعد ذلك، فقالت لهن: أين كنتن في اليوم الثامن؟ لم نركن في منى. فإذا بالنساء يقول: لم نأتي إلى منى. فقالت لهن: هل صليتن الفجر في مزدلفة؟ قلنا: لا، لم نصلي الفجر في مزدلفة. فقالت لهن: هل ذهبتن إلى جمرة العقبة الكبرى فرميتن بالحجارة وبالحصى؟ قلنا: لم نذهب. فقالت لهن: هل نزلتن وطفنا وطفتن طواف الإفاضة وسعيتن؟ قلنا: لا. فإذا بوالدة الأمية تقول لهن: وماذا فعلتن إذن؟ كيف حججتن إذن؟ شو مساوين؟ كل مش مساوي قد إشي. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي معي وتطبق السنة وتظن أن جميع النساء يطبقن السنة. فاتق الله في أمك، اتق الله في زوجتك، اتق الله في نفسك، حج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شباب